بس بقى يا ستي، وعزيز كمان هيسيب الشغل بالمره، واصحابنا بقى وزمايلنا و... امينه انا تقريبا حكيت لك كل حاجه، انت ما حكيتليش اي حاجه. عايزني اقول لك ايه؟ امينه الحمد لله على سلامتك. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله. عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. احسن دلوقتي؟ اه بكتير الحمد لله. ان شاء الله طمنا بالسلامه. الله يسلمك. على اذنك. مبسوطه اني شفتك. انا كمان. الوقت عسل بس في حاجه مش مظبوطه. امينة حبيبتي. ازيك؟ عامله ايه؟ وحشتيني. الف سلامه عليكي. الله يسلمك. ازيك انت؟ عامله ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله. هو التعب بيحلي كده؟ ايه حبيبتي، انا بس محتاج امينه 5 دقايق. 5 دقايق وهعدي عليكم. فعلا؟ اه هعدي عليكم. خد راحتك. شفتي اللذاذه لما تبقى اوفر بتموع النفس ازاي؟ ده حضنتني اكتر من امي لما طلعت من المستشفى. هو التعب بيحلي كده؟ بيحلي. رخمه رخمه. بس هستأذنك هرد على هايدي وهرجع لك تاني، هحكي لك من هايدي. اصبري. طيب.